مرحبا بنات، اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. ان شاء الله تكونوا بألف صحة وعافية انتم عم تشوفوا فيديو اليوم. وكمان ما راح انسى اقول اهلا وسهلا لكل الصبايا الجداد اللي زاروا قناتي. ان شاء الله تكونوا حبيتوا وعم تستفادوا منها وعم تترك عندكم طابع ايجابي يشجعكم تعملوا اي شيء جديد بالحياة. نورتوني كلياتكم. تزامنا مع مباريات كأس العالم، اليوم الفلوج راح يكون متنوع. اليوم معي طبخة وطلعة سوا، يعني انتم راح تجوا معي على السوق، وكمان راح نجهز سوا لسهرة كأس العالم. المساء اكتبوا لي اي فريق بتشجعوا انتو كمان. بغيابي عن البيت، المزرعة اللي بتعامل معها جابة البيض والحليب المزارع او الحليب البلدي يعني. لازم هلأ اغلي الحليب لحتى يبرد ورجعه على الانانية اللي اجت فيه بعد ما نضفه كمان طبعا، وحطه بالبراد. بقدر استخدمه لأكلات الحلو وللشرب بشكل يومي، وهيك ما بضطر اشتري حليب مانو صحي. وبخلي يوم بضله وحدة اسبوع عندي بالبراد، بقدر بستخدمه وقت حاجتي. بعد ما وصلت اني على المعهد في عندي 45 دقيقة. بالعادة بطلع بشرب فيهم قهوة او بتمشى شوي. اليوم قررت اجي على هذا المحل، هو بيسموه بالي او محل مستعمل، بالالماني اسمه برسبكتيفا. فقررت اجي اتسوق فيه شوي وشوف. انا عادة باخد منهم اغراض المطبخ او مثلا البلور، الكاسات بتجي كتير محروفة عندهم وحلوة. وكمان ممكن مرات بنزلوا ادوات كهربائية كتير حلوة. هلا اليوم ما رح فرجيكم شو اشتريت لحتى بفيديو تاني يعني، لانه الاغراض كتير كتار ورح يصير الفيديو كتير طويل. فاكتبوا لي بالتعليقات اذا حابين تشوفوا مشترياتي من محل المستعمل، وعن جد هي اغراض كتير 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 مميزة وحلوة. بعد ما رجعت على البيت كنت قبل ما اروح نقع الرز وانتقع، وهلا رح ضيفه واللحمة. بتقدروا تختاروا لحم عجل او غنم. وبعدها رح ضيف فلفل اسود وكتر، انا كتير بحب البهار الاسود كتير باليابرق. راح ضيف فلفل اسود، وانا بطحنه لهذا بالبيت، بيكون فريش يعني بضمن مانو مغشوش، والطعمة بتكون كتير قوية. وحبة البهار نظيفة ما عليها غباير او شي يعني. راح ضيف عليها الفلفل وكمان توم. وجربوا استخدموا هذا الفلفل، فعلا راح تلاقوا فرق كتير حلو بالاكل يعني. الطعمة راح تكون غير مختلفة تماما، راح تكون طعمة ازكى واقوى. كمان راح احط معلقتين فلفل رش، معلقتين كتير صغار يعني مو كمية كبيرة مشان ما يغير لون الرز. وانا كمان بحط كل البهارات بالرز، لانه ما بحب احط اي بهار بالمرقة ابدا. اكيد صرتوا بتعرفوني انه كل طبخي بالزيت الحلو بحسه صحي اكتر. وهون كمان ما راح استخدم اي نوع سمنة، راح استخدم بس الزيت الحلو. وراح اخلط الحشوة كتير كتير منيح لحتى يعني تاخذ الطعمة كلياتها من بعضها، وما يكون اللحمة مفصولة عن الرز او بالعكس. فراح اخلطها كتير كتير منيح لحتى احس انه فعلا جانس، واللحمة كمان دابت. هلا انا كمان ضفت عليها نعناع وتوم، بس ما صورت وقللت شوي لانه مثل ما خبرتكم ما بدي لون المرقة يغير ابدا. وراح بلش بالحشي فورا لانه ما ضل في عندي كتير وقت للغدا، واليبرق شوي بياخد وقت زيادة. حاسة اليوم اني غلطت باختيار الطبخة، يعني كان لازم اختار طبخة شوي ما بتطول بالطبخ، بس انا رحت نقيت طبخة بتاخد وقت وبتاخد شغل. ما بعرف شو السبب، بس يعني صار اللي صار. راح بلش باللف وحاول اكون سريعة مشان اقدر اخلص مثل ما خبرتكم على الوقت. حطيت تحت الارض الطنجرة اول شي صف يبرق مشان ما يعلق ابدا، وكمان حطيت فوقه اي نوع لحمه متوفره عندكم. وراح بلش لف اليبرق. طبعا اللي شاف الفيديو الماضي بيعرف انا ليش ورق اليبرق عندي اصفر وهيك شكله حلو كتير. فاللي ما شاف وما بيعرف يروح على الفيديو الماضي يشوف من وين بجيب هذا ورق اليبرق الظريف كتير والحلو ولونه اصفر كتير ظريف بالاكل. ف روحوا على الفيديو الماضي واكتبوا لي انكم جايين من هذا الفيديو.
خلصت لف اليبرق، ما كتير أخذ وقت أساسا، أنا ما كتير كترت يعني. وهيك جهزت سفرة كتير بسيطة أنا وعائلتي لنتفرج على اختتام كأس العالم بقطر 2022. هذا كان فيديو اليوم، إن شاء الله تكونوا حبيتوا واستفدتوا منه. بشوفكم فيديوهات جديدة، ضلوا بخير وصحة وعافية، وبعدوا القناة لرفقاتكم، وكمان لا تنسوا تحطوا لايك واشتراك لقناتي. Thank you.
مبروك للأرجنتين ومبروك للمغرب كمان، لأن تأهلت للمراحل الأخيرة بكأس العالم ورفعت رأس العرب كلهم والله. فهذا كان فيديو اليوم، إن شاء الله تكونوا بألف صحة وعافية، وبدي أودعكم مع نهاية هذا المونديال. بشوفكم بفيديو جديد، وإن شاء الله يا رب بالكأس العالم الجاية أو بالمرات الجاية بيكون من نصيب الدول العربية. وأنتوا كمان اكتبوا لي بالتعليقات أنا وفريق كنتوا عم تشجعوا أي منتخب كنتوا عم تشجعوا، وهل يا ترى توقعاتكم صابت المرة. بشوفكم فيديوهات جديدة وسلامات. صح، اعملوا اشتراك ولايك للقناة.